ارحبوا مرحبا سنابين. هلا والله سنابين مو بنت سنابين. اقول لهم يلا يلا تعالوا 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 انا بس على كيف كيفكم. بس حياكم الله حياكم الله بحساب واحد يقال اسمه متعب. متعب بن سعود السهلي. السهلي ونعم عليك زود. السلام عليكم ارحبوا مساكم الله بالخير. محبتكم انتم ثابتين اصلا مش زبتكم. ما علينا حوسة غترة وأمور دعاوي. يلا حيهم شو الأخبار شو العلوم شو عنكم. موضوعنا لهذا اليوم حداكم إيش؟ سناب الجاي سناب الجاي سناب الجاي. أنت تدري يا عزيزي المشاهد أن بر الوالدين أهم من أمك وأبوك. معلومة. السلام عليكم مساكم الله بالخير والرضا والنعيم. حياة مول أعطيكم معلومات عنه نفس المعلومة اللي قبل. لا أمزح أمزح. اسمه حياة مول هو من أكبر مولات اللي في الرياض. تدشن عام 2007 وفيه ما يقارب أكثر من 360 متجر. شوف يعني تعال ادخل طول عمر السلامة وغرضك تاخذه تاخذه طرق. يعني جماعة الخير مالك حياة مول او معليش ملاك حياة مول يعود لاصحابها شركة الاندلس العقارية. اما مالك وحيد والله انا اخوك ما اخدمك بدين معلومة والله ما ادري لكن بروح ابحث وابشر. اذا موضوعي يهمك مرة ابشر ابحث لي اجيب اسمه واسم ابوه واسم جده بعد ابشر بي. لكن وكبيد جوجل يقول ان مالك شركة الاندلس العقارية الله يوفقه يرزقنا. بس انا مستغرب يا جماعة الخير فاضي المول العادة تجي ما تلقى الا شوف اسود عبايات بس والله فاضي. حتى السبب هذا انا مدري عنه انه فاضي. سبسر اذا تبيني اسأل بسأل ابسل سعدك اسأل ليش هو فاضي واجيب معلومة. الحمد لله والشكر بس فبندري اخويا يجيب معلومة زي العالم زي معلومات اللي انا اجيبها ولا تجيب ندري انه يتوفى يموت الله يرحم الموجودين. اوه ناس غريبة. المهم يا جماعة الخير خلوني اشوف سناباتي يا صوركم كذا. بدايات كل بداية لازم تتعلم 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 لين خلاص توصل توصل وين توصل بيتكم. تذكرت أبوي أقولكم سالفة أبوي والله بقولك ناس دقيقة. أنا أول ما قدمت في البرنامج جاني أبوي وين تتوقع إني بوصل؟ قال توصل بابا قرية ترجع. الله يطول لي بعمر أبوي. تابعني من المنبر مسي عليه بالخير صب عليه بالخير. أنت المساء وأنت الصباح وأنت الحياة كلها. أي والله دل عيني أبو سعد نوم والله عيني. المعلومة رقم خلاص ما تبون معلومات أصف. أنت ما خسراني والله أنكم أنت ما خسراني. معلومة رقم اسمه والله يقبطهم. عرف البدايات هذه تعال نجلس في الزاوية الحين يجون دار يجون حفل يجون عرف والله اني اعرف الحركات هذه. يلا يا جماعة الخير شوفوا شوفوا السنوبات اللي تجي. طيب نبي حلا كويس اسمه يكتمر ركن ثابت. يلا احتروا شوفوا هم بيجون بيفاجئوني بس انا يعني خربت عليهم. انتو جوي اخرب اذا جو بصور. جون الحين ركانات وش حفل. ايوه اسلام. طيب مو لا مو يوم ميلادي. لا نو نو شكرا شكرا الله يعطيك العافية.
ممكن تثاور والله اللي داري والله كلكم. طيب يا جماعة الخير خلنا نسولف لكم شوية عن اسكت امزح عندي مسولف خلاص سكرنا امزح امزح اسمعوا والله انا عندي معلومة شد الله انها معلومة تقول يا العالم كيف كذا ومدري تقول نسيت المعلومة دي السناب الجاي جماعة الخير في كثير منا عندي ذي المشكلة اللي هي وشو كل ما ركض تجي نغزات هنا عرفتوها نغزة 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 تعبة ألم خاصة اللي يلعبون كورة خاصة اللي يلعبون كورة فأخوي كانت عنده ذي المشكلة راح المستشفى حلل ما في إلا العافية الولد الطيب ما في إلا العافية فدخل على دكتور قال يا دكتور أنا كل ما أركض تجيني ذي المشكلة النغزات هذه يقول المباراة ما أكمل فيها 5 دقائق اللي جيتني قلت تعبتني يقول حللت ما في إلا العافية قال الدكتور لا عاد تمسكها قال وشو ما عاد أقدر أوصف أكثر من كذا بس جتك لا عاد تمسكها يقول اطلق فجر فاللهم لك الحمد خوي راحت منه ذي المعاناة بس حنا جتنا معاناة ثانية انه يطول عمر السلام ما عاد احد يقدر يجلس جنبه ما عاد احد يقدر يجلس جنبه فتحبني يحط يوزره افضحه فاذا جاتك ذي المشكلة فهذه حلها نغزات وكذا فلا تمسك يقول لنا سبحان الله الغازيات يقول تكون في الجسم وانت تكتمها فهذه المشكلة مدري شو يقول بالعافية ولا مدري شو وبالنسبة للموضوع الثاني يقول لا حياة في الدين ولا في العلم شكرا هذه المعلومة اللي ليتني وفرتها في راسي كانت في راسي حلوة جماعة الخير انتم نفسنا ولا حنا لحالنا اهليكم اذا وديتهم المول يقول بس بنرجع غرض بس ونرجع على طول 5 ساعات والله تدري تجون تسألات وشو هل الغرض هذا بينزلون المتريلة عشان كذا اخذوا المدة هذه مطول ولا ان الاغراض هذه اصلا في البيت ونسوها بس البيت 20 دقيقة يعني يمدي يروح يجي او ان الغرض هذا الكاشير مفروض انه يرجعه والله تساؤلات قاعدة تجيني غريبة ما ادري يا اخي الله يعين الله يعين والله البقاء ارحب ولا ارحبي والله انا اخوك انه ما ندري ايش تبع علينا ولا مطال عمرك الاسم غير والكلام غير لكن والله ان اتشرف والله يكتب لي خير بس انت حدد انت من فريقنا ولا من فريقهم والله انا اخوك ما ندري ما نخاطب من لكن الله يوفقك ولا الله يوفقك والله يكتب لي خير